لو الحكاية فيها إن فيتو. أنا اسمي حمد عبدالقوي محمد وشغلتي كابتن حمد عبدالقوي. أنا مدير عام في الشركة الوطنية للطيران ولعبت في نادي الترسانة من سنة 80 كاراتيه. أنشأت اللعبة في نادي الترسانة مع مدرب الله يرحمه كابتن محمد جمال رحمة الله عليه. والكاراتيه ما كانش موجود في الترسانة، أنشأناه من سنة 80 وعلى مدار الأعوام الماضية كلها خدمنا اللعبة من لاعب ومدرب ورئيس جهاز. بعد كده مسكت منطقة الجيزة 4 سنوات وحققنا معها بطولات دولية لمدة 4 سنوات. بعد كده مسكنا منطقة القاهرة للكاراتيه آخرهم 2013. يمكن هدفي في نزولي الانتخابات، يمكن أنا لو كان قبل كده ما كنتش حاز الانتخابات نادي الترسانة. المناخ ما كانش يعني ما كانش متاح إنك تقدر تنفذ الأفكار اللي أنت بتفكر فيها، لأن طبعاً مجالس الإدارات دي جهة خدمية ناحية خدمية، فلازم مناخ يبقى مناسب إنك تقدر تدي اللي أنت بتفكر فيه على أرض الواقع. الحمد لله قلنا فرصة إن في البلد كلها فيها تغيير، وقلنا فرصة نغير، بس نغير بقى زي ما بيقولوا تغيير المدروس، ما هوش تغيير، تغيير عشوائي، وهي فرصة إن إحنا كمجموعة متجانسة متحابة على رأسنا الحاج أحمد جابر، راجل خير وراجل محترم، وإحنا اجتمعنا على أهداف واحدة وثابتة، وعلى هذا الأساس نزلنا الانتخابات بهدفنا إن إحنا نغير النادي، نرتقي بالنادي. يعني كان نادي الترسانة بالنسبة لنا ككاراتيه كان زي ما بيقولوا كده بعبع للأندية كلها على مستوى مصر كلها، لكن زي ما بيقولوا كده الإدارة كانت بتبقى نازلة تحت شوية وما بيبصوش للألعاب الفردية. فعشان كده أنا قررت إن أنا أنزل عن الألعاب الفردية جميعا، طبعا مش الكاراتيه بس، وإن إحنا نوجد لها مكانة في وسط النادي، نرفع اسم النادي مرة تانية. كان عندنا لعيبة دولية بيلعبوا باسم الترسانة، لما اتجمدت في يوم من الأيام بقرار خاطئ من النادي، مش عايز أقول لحضرتك إن الأندية ديت اللعيبة دي راحت أندية زي الأهلي والشمس والليدو، شالوا الأندية دي رفعوها لفوق. يبقى معنى كده إن نادي الترسانة كان فيه عناصر قوية جدا، فالنادي غني بأولاده، لكن هي مشكلتنا إن إحنا ما بنهتمش بأولادنا والرياضة، اللي لم يكن في إدارة قوية وفاهمة ودرسة الكلام ده كله فأنت ما بتستفدش من الناس بتوعك. فإحنا مطلوب مننا إحنا بندور على إن يبقى في مجلس متفاهم عنده إدارة واعية، فبالتالي هنقدر بأمر الله نرفع باسم النادي ونوجد زي ما نعمل نوايح لكل الألعاب فردية وجماعية وبأمر الله. وطبعا الناحية الاجتماعية مش هنتكلم فيها لأن حد أحمد والأستاذ علاء اتكلموا فيها. فهدفنا رفع اسم نادي ترسانة ونرجعه تاني ترسانة زي ما كان زمان الناس كلها بتعمل حساب في الكورة وفي كل الألعاب. وشكرا. احنا بأمر الله بنعول فكرنا دوت على توعية الجمعية العمومية وان يبقى عندهم وعي كامل انتخابي، ويمكن بنتكلم معاهم في حتة موضوع ان احنا هدفنا التغيير المدروس مش التغيير العشوائي، لان التغيير العشوائي هو فساد اكثر من الفساد المنظم. فده هدفنا بأمر الله ان الجمعية العمومية تبقى عندها فكر ووعي انتخابي انها تنتقي الناس اللي تقدر يعني ترضي طموح الجمعية العمومية. ويمكن بنتكلم مع ناس بنقول ان احنا كمجلس اذا ربنا اراد لنا النجاح في ان هم يقيموا ادائنا، اذا ادائنا ارتقى الى مستوى طموح الجمعيه العموميه نستمر، ان لم نرتقي الى طموحهم يبقى يستخدموا حقهم في انهم يسحبوا الثقه مننا. فندعو الله خيرا ان شاء الله بمطعه ان احنا الناس تختار صح، ويوم 7/3 هو امتحان واختبار حقيقي مش للمرشحين، لا هو اختبار حقيقي للجمعية العمومية. إذا اختارت وأفرزت مجلس إدارة محترم فإذا ده هيعود على الجمعية العمومية تبقى جمعية عمومية محترمة وفاهمة وهم أوريدي محترمين، لكن إذا اختاروا العكس من ناحية القبلية والعصبية والأهواء كويس فلا يلومن إلا أنفسكم.